المشاهدين وعلى المتابعين. واليوم عندنا تحدي وحلو محبة وضحك ومرح لولاد الاهدين المؤدبين ومعانا بلالين وراح نبقى عروسهم اللي ما بيعرف الجواب. البالون صغير والمية خفيفة وحلوة. جاهزين؟ جاهزين. السؤال الأول لا حبيبنا محمود، بس محمود عشان شطور قلنا نعطيه سؤال كبير. أعطيني دولة عاصمتها مثل اسمها. صح. Very good. ده أنا مرة أسرع. محمد. محمد. نعم. محمد. نعم. إيش اسم ست أبوك؟ سرين. ضياء. ضياء ايش اسم علمتك في صف اول؟ يزن. ما اسم رئيس دولة مصر؟ واحد محمود. قديش تاريخ ميلاد ابوك؟ 39. نقلوه. محمد. محمد بما انك بتحب الكورة وعاشق كرة القدم، ما اسم اللاعب الذي سلمت عليه اول امبارح؟ واحد. اثنين. إلين إن شاء الله 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 لما تكبري إيش حابة تصيري؟ أنا؟ طبيبة جراح. ضياء. ضياء يا رب الجواب يا رب يا ضياء. ضياء أعطيني حيوان بحرف الحاء. حيوان. برافو. محمد سؤالك ان شاء الله سهل. ان شاء الله سهل. السؤال بيقول اعطيني حيوان بحرف الجيم. جمل. صح. إلين. يا رب تجاوب يا إلين. إلين اعطيني طائر بحرف الهاء. هدهد. خلاص. هدهد. ممنوع تغشش لصلاحة الضيوف الكرام. معانا ضياء البطل اللي كل مرة بيفتح راس البالون، اليوم بدي اقول له